موضوع العامل اللي في الطب الشرعي اللي لف القضيه لصفي، لو عرفت انا اوصل له او اوصل لاي حد يعرفه ممكن يطلع باي معلومه او اي اجابه. ساكت ليه؟ بفكر. بفكر في ايه؟ كنت عايز اقول لك الحقيقة الحقيقة أنا معجب بيكي، مش عارف ده حصل إزاي وإمتى، ومش مستني منك رد، لو لأ هبقى متفاهم. في حاجات كتير بتبقى جوانا وبنرتاح لما نقولها، مش كل حاجة طبعا بنعرف نقولها، بس أنا فعلا معجب بيكي. مش هترد على تليفونك؟ ما خدتش بالي.